هنا موجود هو نوع من انواع البرمائيات اللي هو يسمى بضفدع الرانه او اللي يصيحوا له بالمارش تود او المارش فروغ. طبعا هذا هو موجود في مختلف البيئات العراقيه والاراضي الرطبه العراقيه ابتداء من المنطقه الشماليه باتجاه الجنوب. هو ايضا موجود في محميه زرباطيه ويعتبر نوع مهم على نوعيه المياه اللي موجوده في داخل المحمي. موجود دخل. طبعا للأسف الشديد الأزبال موجودة تعيق التنوع البيولوجي الموجود في تلك المنطقة. هذا هو الرانة اللي موجود، أشوف غير واحد. هذا هو الرانة اللي هو اسمه بالمارش فروغ اللي اسمه الإنجليزي واسمه العربي بضفدع الأهوار أو ضفدع البطائح. هذا شكله هو الخارجي، يتهز بأنه الرأس مالته يكون مدبب، ألوانه تشبه ألوان النباتات المائية اللي موجودة، وهو يعتبر يعني صفة مهمة لتنوع البيولوجي الموجود بالمياه العذبة العراقية. سابقا يعتقد بانه هذا المخلوق يسبب نوع من انواع الحساسيه، ولكن هاي طريقه حاله نسبيه للبعض. للاسف الشديد يعني يتغير بيئته بسبب الملوثات الموجوده، خاصه قناني البلاستيك والمبيدات المبيدات الحشرات اللي تنفذ وتتسرب الى المياه العراقيه وتؤدي الى موت هذه المخلوقات اللي تعتبر مهمه للتنوع البيولوجي.